بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المشاهدين الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء جديد من مزاج سوداني. صراحة نحن الليلة مزاجنا السوداني بودينا لحتات بعيدة جدا. احتفاء المزاج السوداني بالدراما، السودانيين بيحبوا الدراما جدا، ويمكن الدراما المصرية كانت مدخل عظيم جدا جدا لمفهوم الدراما عندنا. نحن كمشاهدين ومتلقين يعني استمتعنا جدا بكثير من المسلسلات الكبيرة والعريقة جدا، وقدمت يعني قصص كبيرة جدا، وكانت يعني الناس كلها متعلقة بها لفترات طويلة يعني، وما زالت عايشة في وجدان الشعب السوداني. نحن اليوم حنأسس حلقتنا عن الدراما ودور الموسيقى داخل الدراما. يمكن الحاجة دي صراحة تعلمناها من المدرسة المصرية. خلوني قبل ما يعني ابدا في الاسترسال ارحب بضيوفي اللي هم دائما معانا، الدكتور الموسيقار انس العاقب مرحب بك، واستاذنا زبير سعيد مرحب بك يا استاذ زبير، والناس الجميلين اللي معاي الاساتذه زملائي بحييكم مره ثانيه. ومباشره نتكلم بشكل مباشر، المسلسلات الكبيره يا دكتور انس بتعتمد على الموسيقى بشكل رئيسي في تفاصيل المسلسل، ابتداء من الشارة يعني بتتر البداية والنهاية، ده حتى بيكون موضوع يعني. والناس طوالي بتتعلق بالمسلسلات دي بالتترات تحت البداية. أما يعني حنيجي جوا نشو نتكلم عن الموسيقى التصويرية والمشاهد الداخلية وحياة تفاصيل كثيرة جدا، لكن خلونا أول نبتدي بمسلسل عايش في وجدان الناس لفترة طويلة جدا وما زال، لو مسلسل رأفت الهجان، مسلسل عظيم جدا، وطبعا موسيقى من تاليف الموسيقار عمار الشريعي الراحل رحمه الله، فهو خط بصمه في مجال تترات المسلسلات والموسيقى التصويريه بشكل عام. ناخذ النموذج ده ونرجع نتكلم. We'll be right back.
طيب ودي كانت شارة البداية لمسلسل رافض الهجان. حقيقة يعني حقه نجيب شوية في الحتة دي. شارة المسلسل في البداية أو تتر البداية دائما بيحمل يعني جزء من مضمون المسلسل نفسه. نعم. فبتلقى كل الأفكار الموجودة داخل المسلسل هي متفرغة على موسيقى البداية. فبتشعر بأنه يعني مثلا الأستاذ عمار الشريعي رحمه الله اختصر روح المسلسل بالتفاصيل الموجودة جواه. كده نسمع رأيك يا دكتور أنس. طيب نحن نقول حاجة لا يتوقع الناس. نعم. إنه التاريخ أثبت إنه حضارة كوش هي أسست لقيادة الأوركسترا. ويعني أوركسترا ومعها قيادة. وهي الحضارة أثبت أنها كانت بتدون. ولذلك يعني المسألة يعني اتطورت إلى أشكال مختلفة لغاية ما جت في العصر الحديث. لكن أصلاً الإنسان لما حاول يغير من المحيط اللي حوله غنى قبل ما يكتشف اللغة. ده مش بالنسبة لأودة محوة، بالنسبة للناس اللي عايشين في ظروف مشابهة يعني 40-50 ألف سنة كده. نعم. إلى أن تطورت المسألة جاءت الأوبرا بقت احتاجت إنها تعمل لها مقدمة. ومن المقدمة دي طلعت السيمفونية. ومن السيمفونية طلعت بعد ذلك جاء الأفلام وجاءت كده ولغاية ما جاءت المسلسلات. المسلسلات تبرعوا فيها إخوتنا المصريين. وبالتحديد يعني عدد محدود كده من المؤلفين على رأسهم المرحوم عمار الشريعي. عمار الشريعي ده يعني رحمة الله عليه قدم للإنسانية للدراما في السينما والدراما في التلفزيون، الدراما الإذاعية قدم شغل كثير جدا جدا يعني بما فيها التتر بتاع مسلسل رافض الهجان اسمه منو المسلسل رافض الهجان. نعم. رافض الهجان. نعم. استطاع انه طبعا القصه بتاع جاسوسيه وصراع في انه كيف المخابرات المصريه عايزه تخدع الاسرائيليين بان تزق لهم انسان كده ويعيش وسطهم عادي وكده ولغايه ما يشوف اسرارهم وكده. لكن في يعني الغموض والترقب والخوف والبتاع كله في المقدمه الاولانيه اللي ما عندها تقدر تقول ما عندها مقام واضح. نعم. ايقاعات متداخله ومفاجاه فيها موفمنت موفمنت وحركه كده حركه صحيح. سريعه جدا لكن بعد ما ينسى الانسانيه الموجوده عند الانسان المصري. يا سلام. في الحته الغنائيه. نعم. الموجوده دي والحته بتاعت الكمان جاي. نعم. وكان في العود كمان في صحيح. نعم. فده التتر ده او موسيقى التتر بيلخص المسلسل. وعشان كده من بيختم بنفس الترقب ونفس البتاع عشان نشوف الحلقه الجايه جايه فيها شنو. فدي ثقافه يعني نادره. لكن في السودان في يعني بيوت من نار وقبل الشروق ورجال حول الرسول يعني في مسلسلات عندها اغمار الضواحي وكده يعني. نعم. في جربنا هذه المساله. نعم. جربنا لكن نحن ما اشتهرنا لانه الدراما بتاعتنا ما قاعده تنتشر في العالم العربي. صحيح. نعم. طيب يا استاذ زبير يعني مسلسل زي رافض الهجان. نعم. يعني خلينا نتكلم بمبدا الموسيقى دي ذاتها يعني الشارة دي بتاعت المسلسل ارتباط الناس وجدانيا بالعمل ده. يعني الناس اللي حد الان الشعب السوداني عايش اول ما تقول له رفض الهجان طوالي بتتبادر لذهنه. لكن دار امشي بك لحته في نفس الاتجاه يعني ارتباط الناس بالجوده. يعني المتلقي السوداني دائما حريص على جوده الحياه اللي بيتعامل بها كلها بالذات الحياه الثقافيه يعني سواء كان عمل درامي سواء كان كتاب سواء كان موسيقى حريص على الجوده. فالجوده هي مطلب اساسي لكل متلقي سوداني في كل ما يتلقاه من بالذات الدراما والحياه المتعلقه بها. طبعا انا افتكر انه رافت الهجان كمقدمه موسيقيه للمسلسل هو وضع الدراما المصريه نفسها في محك. نعم. واحسب انها ما قدرت تتجاوزه. صحيح. و
انا طوالي هسي بستدعي وانتوا بتنفذوا في المقطوعه دي بسترجع في احداث المسلسل. حتى المقدمه هي مستصحبه في التفاصيل جوه المسلسل. نعم. يعني الايقاع جوه المسلسل بيرتفع بالموسيقى. صحيح. طوالي ماشي بنخفض بايقاع الموسيقى نفسه. صحيح. يعني بتتخيل حتى تعابير وجه محمود عبد العزيز الله يرحمه مع الموسيقى. ف لحظات الشجن ولحظات الشجن ولحظات الاحباط ولحظات نعم. الهزيمه ولحظات الاصرار ولحظات نعم. التفكير ولحظات نكران الذات، لانه هو ذاته يعني رافت الهجان يعني قدمته الدراما المصريه كرمز، رمزه للتضحيه في المقام الاول. يعني التضحيه مش التضحيه بالمواقف، التضحيه بالذات والتضحيه بالروح. يعني زول تفانى تماما ونسى ذاته وكل حاجه في سبيل انه يخدم قضيه وطنه. انا افتكر انه المساله يعني عمار الشريعي يعني انا ما اعرف غير يكون قالوا لي السيناريو ده عشرات المرات، لانه واضح جدا انت بتعمل تتر زي ده مؤكد جدا انت استوعبتها، لانه السيناريو ده ذاته سيناريو متقدم. سيناريو المسلسل ده، المسلسل ده عمل برؤيه اخراجيه ذات متجاوزه. نعم. واتعمل بكتابه بتاعت سيناريو متجاوزه. الممثلين ذاتهم الناس بالمناسبه ركزوا على محمود عبد العزيز، لكن الادوار بتاعت الشخصيات الثانيه كانت عاليه جدا. الارتفاع بتاع مستوى اداء محمود عبد العزيز رفع من مستوى اداء المسلسل كله. نعم صحيح. يعني الممثلين اللي جوا ديل كلهم التفاصيل الثانيه كانوا بيأدوا في اداء اتصلك ما بتشك انه ديل ما يهود. والموسيقى كانت معاهم زي بطوله. والموسيقى مصاحبه طوالي. نعم. طوالي المسلسل ده جواه اكثر عمل عربي تفاصيل بتاعت مزيكا في داخله. صحيح. عشان كده يظل في ذاكره الناس ووجدانهم، والناس بالمناسبه ما انتبهوا لدي الحته بتاعت التاريخ المشترك. يا جماعه في التاريخ المشترك الناس ما في بتغلطوا، نحن في تاريخ مشترك بيننا وبين المصريين. نعم. رضينا ام ابينا. فالمسلسلات ذات البعد الوطني العميق بتستدعي التاريخ المشترك بين الامم. وهي ذاتها قربت بيناتنا اكثر. طبعا. طيب لنفس الحته دي. نعم. في فرق بين موسيقى التترات اللي بتركب فيها التترات الاسماء والكذا ودايره شنو يعني؟ وفي فرق بين الموسيقى التصويريه. نعم الداخليه. نعم اكيد. الداخليه ايه؟ اكيد. اللي هي انسيدنتال ميوزك. نعم. الموسيقى الحدثيه. وفي الموسيقى التاثيريه يعني مرات لقطه كده. صحيح. في لحظه توتر او في لحظه توتر. نعم. او صوت منخفض كده عشان يوريك. طيب ما تخلينا نقول الكلام ده عديل. نعم. يعني طيب مثلا اذا اخذنا موسيقى رافض الهجان كمان نموذج، اذا في مشهد فيه حنين ياتو، اذا في مشهد فيه حنين يعني فيه حنين مثلا كثير جدا رافض كان بيحن لمصر بيحن لكذا يعني، فمثلا كذا ناخذ نفس الموسيقى بتاعت البدايه يا جماعه. أنس فيه حنين. هو طبعا يعني التوازن اللي عمله المرحوم عمار الشريعي في انه بهذا الغموض الشديد والخوف والفزع والترقب وكده. نعم. لكن جاء في النهاية وزن بنغمة شجية إنسانية تعبر عن الإنسان المصري، تعبر عن الأشواق هو لوطنه وأخته له ومصر ذاته عشان ينتصر وكده. فهذا اللحن الإنساني الجميل ده عشان يعبر عن الإنسانية والفرح والنصر يعني الإنسان. صحيح. يفكر في المستقبل يعني، فنجح فيها أي ما نجح يعني في مزج بين اللامقامية الموجودة في الشعار والعنف الإيقاعي. صحيح. والارتياح اللحني الواضح. طيب احنا عشان نكمل الفكرة ذاته للمشاهد، نفس المشهد ذاته خلينا ناخده في توتر، احيانا بيكون متوتر، خلينا ناخذ ملمح
لكن في الحته دي تحديدا الحنين ده، الحنين في المقطع اللي قبل شويه ده، نعم ده الحنين بتاع انسان الصعيد، نعم ما انسان مصر العليا، صحيح ده انسان الصعيد، نعم عشان كده ده المزاج بتاع انسان الصعيد، الحنين بتاع انسان الصعيد، انسان الصعيد اكثر حنينا بالمناسبه، صحيح وهو شخصي وذاته الاعمار الشريع مع صعيدي ومحمود عبد العزيز الصعيدي بيستدعوا الذاكره بتاعته، ايوه بيستدعوا الذاكره، وبعدين نعم. رفع احساسهم باعتبار انه الخطاب الموسيقي ده خطاب للشخصيه بتاعت الصعيد، والصعيد اقرب للسودان، صحيح ده كلام صحيح. طيب ناخذ التوتر هنا بيعبر عن مصر يعني، تمام في نعم. تلك اللحظه يعني في ذاك الزمن يعبر عن مصر يعني، صحيح نعم. طيب درية العاده كلام ده لكل المشاهدين، انه لما يكون في مشهد فيه توتر عندنا الترمولو اللي هو الاصوات المرتعشه تعبر عن لحظات التوتر والقلق والترقب، يعني مثلا اذا عايز تفتح باب او ما معروف بوراه شكله في شنو ولا حاجه، بيحصل نوع من كان ناخذ طافه الهجان ذاته في نوع من التوتر او ترقب. نفس المشهد إذا شلنا الجزئية دي ذاتها، نفس الجزئية دي ذاتها، ودارين مثلا نتكلم عن مشهد فيه استدعاء لذاكرة أو فلاش باك خلفية، يعني أنت تتذكر حدث بعيد، فإننا في أسلوب في الكمان اسمه الفلوتاتو. الفلوتاتو هو أسلوب بيشبه آلات النفخ الخشبية، لأن نقول نفس الكلام ده فلوتاتو، نفس الكلام استدعاء الذاكره. انا افتكر انه يعني دي فيها نوع من الجماليات يا استاذ زبير، يعني المؤلفات دي اسست في المزاج السوداني احساس جميل جدا جدا، وتفاعل وارتباط بالدراما، والدراما ذاتها من حيث الاحداث ذاتها اثرت على كثير جدا من على الشعب السوداني في تفاصيله، حتى في معاملاته، في حاجاته، ده كله انا افتكر انه الموسيقى كان لها اثر كبير جدا في تجسيم وتجسيد هذه المشاهد. هي الدراما بالنسبه لقضايا المجتمع هي ما صوره الاشعه، نعم تجسد صوره الاشعه في انها تعرف الخلل في المجتمع محله وين. نعم انا عطفا على المساله دي في استصحابنا لرأفت الهجان نفسه، ونمشي مستصحبين برضو الدراما السودانيه، الموسيقى التصويريه داخل النص دي بقابلها جوا النص ذاته، النص الدرامي بقابلها حركه، ما في تعبير كلامي، بيكون التعبير بالوش بالحركه اليدين، يعني لو اخذنا رأفت الهجان نفسه من دي اللحظات دي تحديدا، اللحظات اللي هو بيكون فيها في مأزق، بيكون في مأزق، يا اما تارك شفو يا اما متورق برساله خايفه تتكشف، فهنا بيكون في التركيز، الكاميرا التصوير بيكون في تركيز على وشه، على تعبير وشه، نعم. بعدين بيكسر من التدخين، بيشرب سجاير كثير، بيتحرك، بيدخل وبيمرق وبيقفل حتات كثيره وبيفتحها، فالقلق
المصاحب لحركة التعبير في جسده هو مرتكز على الحركة بتاعت التعبير الجسدات والموسيقى. صحيح نعم. جسدات الموسيقى. عشان كده الدراما معالجاتها وقراءاتها للمشاكل الاجتماعية عميقة جدا. وهي ما مطالبة طبعا هي انها تقدم او تخترع حلول بقدر ما انه هي مسؤوليتها انها هي تعمل اضاءة حول نعم. المشكلة المحددة. تنبه لانه في اشكال محدد بعد ذاك تتولى جهات اخرى مسألة المعالجة. ده كلام طيب. ونحن يمكن يعني اخذنا الدراما المصرية كنموذج نعم. باعتبار انها هي حاجة مؤثرة جدا في صحيح. في 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 الدراما حتى السودانية يعني نعم. ولكن ان شاء الله حيكون معانا في الايام الجاية عدد من نجوم الدراما السودانية عشان نتكلم معاهم عن الموسيقى التصويرية ونشوف معاهم مشاهد وكذا يعني. لكن خلونا نمشي لنموذج آخر من المسلسلات المصرية العظيمة جدا عاشت في وجدان الشعب السوداني. ناخذ مسلسل المال والبنون. نعم. نفتكر انه احنا بنتفاعل مع القصص بشكل عظيم جدا، وده لعمق موجود في يعني تفاصيل المتلقي السوداني. يعني عندنا دائما في السودان بنحب العمق، بناخذ الحاجه بالعميقه دائما. وبعدين في حاجه مهمه جدا في الموسيقى التصويريه، واحده من اهم الحاجات انه في موسيقى دائما مصاحبه للابطال، لبطل المسلسل او ابطال المسلسل، بتظهر معاهم في ظروف معينه او في حالات معينه. يعني مثلا في رأفت الهجان مثلا كل ما يظهروا عليه ناس المخابرات بتظهر مزيكا معينه كده. استاذ سعد الدين الطيب ادينا النموذج بتاعنا. هي مأخوذة طبعا من نفس يعني تفاصيل الموسيقى بتاعت المسلسل. دي موسيقى دائما المسلسلات الكبيرة والأعمال الكبيرة دائما بيكون في موسيقى بتظهر مع الابطال تعبر عن حاجات معينه وبتربط المشاهد بهم يعني بشكل مباشر يعني. طيب نمشي ناخذ النموذج الثاني. Thank you.
دي كانت ده كان التتر بتاع مسلسل المال والبنون للمؤلف المصري ياسر عبد الرحمن عازف الكمان. بس ده ننبه لحاجه يعني انه المسلسلات دي او التترات دي بيشتغلوها يعني موسيقيين بعدد كبير جدا. يعني فرقه موسيقيه كبيره بتكون. فيها كميه كبيره من احنا حاولنا على قدر ما نمتلك من الات موسيقيه وعلى قدر يعني قلتنا انه نقدم اوتبوت برضه عشان نوري اخواننا المصريين انه احنا بنحب اعمالهم جدا. وان احنا كموسيقيين ده نوع من التواصل الوجداني بيننا وبين الموسيقيين المصريين. انه احنا برضه يعني بنحس حاجاتكم وبنحبها وبنشتغلها بمحبه يعني. فرسالة حب هي بنرسلها لكل الشعب المصري ولكل الممثلين والناس الجميلين والفنانين المصريين يعني. طيب جيتك يا دكتور أنس، أنا أفتكر إنه مسلسل مال والبنون كحالة يعني مسلسل فيه تفاصيل ما بين تحس إنه فيه الصعيد وفيه يعني مصر جوا وفيه تفاصيل كثيرة جدا يعني. فكان في يعني الموسيقى هنا تنوعت، هنا بتودينا لموسيقى البيئة. موسيقى البيئة عندها علاقة مهمة جدا بالموسيقى التصويرية. ويعني الليلة إذا قسمنا مثلا المخزون السمعي، زول مثلا عايش في الصحراء بيسمع أصوات بتاعت مرور الهواء بالتجاويف الصخرية المختلفة وكده، زول عايش في المدينة بيسمع يعني أصوات زخم من الأصوات المتعددة، زول عايش في الساحل بيسمع أصوات الكائنات الحية، دي كلها عندها تأثيرات في الموسيقى التصويرية. يعني نحن لازم يعني نعترف بأنه في مصر كل شيء ممكن وكل شيء متاح. نعم. وكل شيء بيجد المكانة بتاعته حقيقية يعني، خاصة في الموسيقى، في الموسيقى البحتة وفي الموسيقى الدرامية وكده يعني. يعني إذا كان أراد واحد بس يشتغل المسلسل بالعود بيشتغل. نعم. يعني عنده رؤية في المسألة يعني. نعم. وفي يعني فياسر عبد الرحمن يعني راجل يعني ميال للحنية، الحان لحنية سريه جدا جدا. وانا اعتقد انه يعني في علاقه بينك وبينه في شكل الاهتمام بالتكنيك الفيولين يعني. نعم. إن صدقت المثل الذي يعني في الإنسان الذي تلمس على زون يعني. نعم أكيد. فعشان كده المال والبنون هو يتحدث عن أجيال بدت بجيل واحد، أب وأولاده وأسرته، ثم فرغت بهم السبل يعني، اللي اغتنى واللي افتقر ودلقات ما الجيل البعد وجو حارب وكده. فالمال والبنون يعني التفسير بتاعته في انه هذه الحياه صراع. نعم. صراع حتى في الاسر الواحده يعني. ومنه من يرتفع ومنه من يسقط. ومنه من يكون انسان صالح او يتحول لانسان صالح. ومنهم من يسقط يعني. ياسر عبد الرحمن من حاجاته بتلفت انه بيوظف الفيولين بتكنيك لحني جميل جدا جدا في خاصه في المال والبنون، لانه واحد من اشهر المسلسلات اللي هو عمل منه افتكر سلسله ثانيه، الجزء الاول الجزء الثاني كده. فالثراء بتلقاه انت في المسلسل وبتشاهد المسلسل المره الثانيه خاصه. نعم. يعني الواحد مشاهد المسلسل للمره الاولى بيكون منبهر ومندهش، لما يشاهد المره الثانيه بيكون بينتبه للجماليات الأخرى يعني في الموسيقى، في الموسيقى التصويرية، في الموسيقى الحدثية، في المؤثرات الصوتية بيقعد يستوعبها. يعني في احتمال كبير جدا إنه المخرج يوكل هنا يقول لي أنا عايز هنا صوت دقة قلم، بيعمل لك كمان جهة تن تن بيعمل لك هو يعني. نعم. فعشان كده يختلف أسلوب ياسر عبد الرحمن من ميشيل المصري، من عمار الشريعي، من اخرين يعني. كل دول. نعم. عنده اسلوبه الخاص التاليف وفهمه. نعم. للنص يعني. لا اكيد. نعم. طيب يا استاذ زبير، انا عندي تجربه بسيطه كده مع استاذنا المخرج حسبه كمال الدين في اذاعه. فجاب لي نص اسمه الريد والفراق. قال لي يا اخي عايزين
تعمل لي موسيقى تصويرية. وقصته هنا يعني قصة المسلسل كله بيتكلم عن انه يعني في علاقة بتاعت حب، وانه في النهاية بيجي مغترب يختطف العروسة يعني. فالقصة طيب لما نجي مشهد بتاع عرس عندنا، احنا بنتكلم عن عرس معناته المهيرة. صحيح. طيب العرس ده عاد مرتين في المسلسل، مرة لما كانت هي يعني مشت عرس الاول اللي هي الزول اللي هي ما بتحبه لكن ظروف جبرتها يعني. فكانت الموسيقى بتاعت المهيره حزينه جدا. حافظنا على الطقس، الطقس المحلي بتاعنا بتاع يعني الثبات والفكره بتاعت الزواج السوداني والعرس وكده، لكن لانه هنا الحاله انستيبل، وضعي غير طبيعي، في حزن عميق جدا. لكن لما رجعت في المره الثانيه عشان تقوم تتزوج الزول اللي اصلا كانت بتحبه، كانت الموسيقى المهيره كانت اخذت وضعها الطبيعي بتاع الفرح. الفرح طوالي داخل في الجمله ده بودينا يا استاذ زبير. نعم. لانه انا ضربت مثل يعني جيت على الدراما السودانيه طوالي، لانه ده موضوع نحن مهمومين به جدا جدا، بالذات دور الموسيقى داخل الحاجه دي. صحيح. نحن محتاجين عبر الموسيقى بتاعتنا نصل للمدارس الشعبيه حقتنا، للتراث بتاعنا، للتفاصيل بتاعت المجتمع السوداني البسيطه اللي بتكون موجوده وحاضره في كل مناسباتنا، ليه ننقل ونأصل بها مفاهيمنا الشعبية. والله شوف نحن تجربتنا ما سهلة الموسيقى الدرامية بالذات على مستوى الإذاعة، فكرين عندنا فيها بحث طويل يعني، الناس كلها بتتذكر قطر الهم وبتتذكر أمونة، كل البنات أمونة يا خرطوم، هاشم صديق. نعم. وأبو عارك يا البخيت يا سلام، وبرضو أقمار الضواحي، الضواحي نعم من الحاجات يعني جميلة، وأصبحت حولت لأغنية ذاتها، أصبحت بعد ذاك أغنية يعني. نعم. الدهباية نفسها برضو واحدة من التجارب الجميلة وقديمة، ورغم تجديد عرض المسلسل اتجدد معاه فكرة اللحن، واتجدد معاه صحيح ارتباط المسألة دي في وجدان الناس. النموذج اللي اتعمل بتاع المهيرة يعني هنا انت ابطئت، عملت الايقاع بطيء في الحزن وسرحت الايقاع في الفرح، فده بيورينا يا جماعة انه الموسيقي
الموسيقي ما مجرد زول ماهر في التعامل مع الآلة. يعني التعريف ده مختل جدا. يعني في زول ماهر جدا في الآلة لكن بالضرورة الاستنطاق بتاع هذه الآلة، استنطاق هذه الآلة وتوظيف التوظيف الوجداني السليم هو اللي بيعكس ثقافة العازف أو الموسيقي. ثقافة العازف الموسيقي ما متعلقة بمعرفته بتفاصيل الموسيقى فقط، إنما متعلقة بمعرفته بتفاصيل فن الحياة نفسها وإيقاع الحياة نفسه وفكرة وجوده ذاته في المنظومة بتاعت العمل الإبداعي. نحن لما نقارن المصريين وتجاربنا، نحن تجاربنا الآن الإمكانيات شحيحة، بعدين هناك نسبة الاحترافية عالية، لازم نتعامل مع المسألة باحترافية عالية جدا. يعني الأعمال اللي اتعملت عمار الشريعي والأعمال، وتجي بعد ذاك لاحقا الليالي الحلمية والحاجة، المسائل دي هناك يعني ده عمل ضخم بيقعد عليه المؤلف الموسيقي ده ممكن يكون سنتين يعني. صحيح. فالمسألة مسألة ما مجرد بس يتعامل، يعني حبي بنعمل العواسة بتاعت يوم الوقفة كده أو الخميس بتاع يوم الوقفة، في كثير جدا مع انه احنا موهوبين جدا وعندنا قدرات وعندنا ملكات وعندنا مبدعين عندهم احساس عالي جدا وعندهم قدره على التعبير بالالات الموسيقيه، لكن قاعدين نهزم هذه الافكار بالاستعجال وبعدم بالصرف الشحيح، بنفتكر انه دي حاجه ما بيجي يعملها لنا كده وبيمشي، يعني في حين انه دي ممكن تكون هي مدخل نجاح العمل الدرامي. يا سلام. دي ممكن تكون مدخل نجاح العمل الدرامي، لانه انا في فتره كنت في غرب افريقيا، الناس في نجمينا تحديدا، يعني كنا انا وصديقي جمال حسن سعيد مشينا عرضنا عرس ابو الدرداء هناك في افتتاح النادي السوداني. فالناس كانوا يعني كان الناس كانوا بيقولوا لنا انه لما تبدا سكه الخطر، المقدمه بتاعت سكه الخطر، شوارع نجمينا كلها بتكون فاضيه بس بالمزيكا، بس الناس بيمشوا عشان يتابعوا المسلسل بتاع سكه الخطر من داخل. شوف ده الناس ما يعني اللغه بتاعتهم مختلفه. نعم. اللغة بتاعته مختلفة، لكن شوف المزيكا، المقدمة بتاعت المزيكا عملت شنو؟ ساقت الناس وجذبتهم عشان يشوف عمل درامي سوداني. يا سلام. طيب يا دكتور أنس، يعني أنا بفتكر إن إحنا محتاجين في الدراما بتاعتنا إنه ننقل البيئة بتاعتنا بالموسيقى. فإن خليه محتاجين شغوب كثير جدا على يعني مجال موسيقى البيئة. وإحنا كيف نقدر نصور واقع المجتمعات دي؟ يعني مثلا أنا بفتكر إنه الوازة جسدت يعني واقع معين، يعني حالة اجتماعية محددة، تفاصيل محددة بالشكل بتاع الصوت اللي بتطلع منها بكده. برضو صوت القرن يعني جسد مناطق عندها علاقة بالرعي وكده وبالتفاصيل. صوت الناي بيديك طوالي، بيذكرك بحتات شاسعة، بيديك إحساس بالصحراء. فنحن أنا أفتكر إنه محتاجين نحن في موسيقانا السودانية ننقل الكلام ده للدراما بتاعتنا، لانه احنا دراماتنا بتعبر عن واقعنا اكثر شيء. يعني في الاول نحن من بدايه القرن العشرين بدينا الدراما. نعم. 1902 1903 ما عارف، وبرضه جات بمبادرات من مصر، يعني فرق مصريه جاتنا كده، والثقافه المصريه دخلت السودان يعني في المدارس وما كده، دخلوا الدراما. يعني انا بتذكر برنامج ساعة لقلبك اللي هو كان بيتقدم في الإذاعة المصرية، اللي فيها فؤاد المهندس وما أعرف، كانوا جو السودان يعني بيعملوا. نحن بدينا دراما وبدينا دراما كويسة يعني، لكن مشكلتنا زي ما قال الأستاذ الزبير، نحن ما قاعد نؤسس، نحن قاعد نرتجل الأشياء يعني. والغريبة بنرتجلها كويس، لكن الارتجال ده ما بيبقى مؤسس الا اذا تكرر. نعم. نحن ما قاعد نتكرر، اما بالاحداث الكثيره اللي تمر بها السودان، يعني سياسيه، عسكريه، ثقافيه، عدم اهتمام الدوله بالدراما. يعني مثلا السودان ده ماشي يشارك في مسابقه مسرحيه في سوريا، والناس يعني وخلاص تم اختيار، يعني الناس الالعاب اللي اختاروا يعني، ومشى اللي يصير يعني جايينكم السودان من يمثل كذا، فمشوا عشان الوزير قال ما عندي قروش، وزير الثقافه. ومشى الوزير الماليه قال يا اخي احنا عايزين نمشي سوريا. ده يوريك قدر ايه مرات
مرات ال 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 اهتمام الدولة لما يغيث على نايم على 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 الدعم قدر ايه تنهار المسألة. فمشوا يقابلوه قالوا ماشيين احنا كده كده. قال انتوا كم ممثل؟ قال لهم احنا زي 7 ممثلين. قال خلاص نقصوا عمرهم 4. فما تخيل هو انه يعني شنو يعني ممثلين ينقصوا 4 عشان يمشي يعملوا شنو يعني؟ نعم. ما دام كده. وثاني الميزانيه. ثاني تفكير الدوله ذاته. صحيح. هل هو التمثيل ذاته حاجه كويسه يعني؟ خليك من فنحن ما عندنا تجربه. عشان كده الحاجات الثانيه النقد الرأي الآخر يعني اللي بيفرض على الدولة أنها تهتم يعني دي ما في لأنه الصحافة ما عايزة. أنا مرة كتبت مقال في الرأي العام الكابري رحمة الله عليه في سنوات كده بدأ يغني للآخرين وجايبينه في التلفزيون يعني بيغني لعثمان الشفيع وعثمان مصطفى فعملت مقال ولا أحب الكابري جدا واستاذي كمان قلت كابلينا ولا التقليد. يعني قلت الراجل ده عنده غنى كثير جدا جدا يعني ليه مهتم بالغنى؟ وقفوني من الكتاب. لانه الكابل احتج رحمه الله عليه احتج وكذا وقفوني من الكتابه. فتخيل انه لو ان المساله دي مشت لقدام كان استاذنا الكابل كان قدم الغنى بتاعه يعني وتجربته كان قدم حاجه جديده. دي هي مشكلتنا ان احنا ما بنواصل يعني نفسنا قصير في كل الاشياء. هتلقى حاسه في كليه الموسيقى ظلت مرتفعه لما ما مشت لقدام لانه مره تابعه وزاره مره تابعه حتى لغايه بقى حاجه قديمه. فزي ما بقول لك يعني نحن اسف يعني نحن كنا رواد في المسلسلات في كل المجالات. انا بتذكر الدلاليه على الهوى التمثيل كان ما في فيديو على الهوى وانا مثلت تمثيليه اسم بطولتي انا مع حسن عبد المجيد رحمه الله ونادية جابر عبد الهاب الصديق على الهوى بغني على الهوى بمثل على الهوى. حسي ما في كلام زي ده بس طبعا انا بتكلم انه عندنا اشراقات في حياتنا والحياه ما خلقنا اجيال يا استاذ. نعم. استلمت الرايه يعني حسي عبد الله غيس ومحمد القيس وحمدي غيس والفنانين دي محمود ياسين وكذا ما عندنا اجيال حسي والحقيقه طبعا احنا مع الاسف الشديد زمننا كذا في الموسيقى ما عندنا صحيح ما عندنا. مع الاسف احنا زمننا انتهى زمن الحلقه لكن احنا قضينا اضاءات يعني ويعني سلطنا الضوء على المواضيع حنرجع لها ان شاء الله وبحلقه اليوم نكون اسسنا لعلاقتنا علاقه الموسيقى بالدراما ان شاء الله الحلقه الجايه حيكون معنا دراميين سودانيين نقوم نتجاذب معهم اطراف الحديث ان شاء الله لكن احنا حنقوم نختم يعني هذه الحلقه بعد بالتحيه لكم طبعا والشكر يعني الجزيل ونختم بمسلسل ليالي حلميه هي من تاليف طبعا الموسيقار ميشيل المصري وان شاء الله نلتقي بكم بكره في حلقه جديده من مزاج سوداني.